عايزك تتشفع قدام عرش النعمة عشان ربنا يرحمني. أنا مش مصدق نفسي، مش مصدق نفسي إني واقف على أرض أنت يا أبو مجار في يوم مشيت عليه. شفاعتك، شفاعتك يا أبو مجار، واذكر عبدك سمعان. أهلا بيك في الدير. بص يا سمعان، طول فترة اختبارك هتبقى في شغلك. طحن الدقيق وتخبيزه، نظافة الزريبة، وأكل الدواب وشربها، وغيره وغيره وغيره. ولا ما شفتش بهايل قبل كده؟ ما شفتهاش. داني كنت عايش معاها يا جود سابونة. حاضر. خبري عاد، مالك يا سمعان؟ اوعاك كنت فاكر انك هربان من بيت ابوك وجاي تدور على الراحة. طريق الرهبة صعب، مفهوش رجوع لورا، اشتغل واتعب زل جسدك لحد الموت. اعمل ذاتك عشان تعيش روحك، سكت صوت جسدك عشان ربنا يتكلم. يا سلام يما، دايما تقول للدقيق ده أطهر شيء في الوجود يا سمعان. لونها أبيض، ريحتها نقية وفيه بركة، شوية مية بيحولوه الخبز. يا بختك يا سمعان، عتعجن وتخبز للرهبان. إيه وانت طول عاد، والخبز دي حاجة سهلة. إيه طب دي المسيح ربك هو خبز الحياة. يا سلام. أقول له أنا اسمي عبد المسيح، برضيك على اسمك. هو صحيح مسعودي، إنما أنا مجاري. لا، أبوك عبد المسيح جد وما يعرفش الهزار. دم النور دبر الأمور، عبدك معذور. كتاب
ايوه بس انا عايز اتعلم منك انت. اقرا اللي في الكتاب. انا قريت على جد يا ابوي. اقرا وانا هساعدك. فإذا بليت من أشرار الناس. فإذا بليت من أشرار الناس فعليك بالصبر وطول الأناة وإطاعة الله وانف عنك غرائز الوحوش. وانف عنك غرائز الوحوش وتخلق بأخلاق أبناء الله واكظم الغيظ واصرف الغضب إذا كان على غير قصد الله لتتقي العذاب والعقاب وتنال عفو الله. بل عليك بمغفرة من يسيء إليك من عباد الله لتحظى بالصفح عن خطاياك من لدن الله. ايوه يا ابوي بس انا عايز اقعد هنا في البراموس. وماله يا ولدي، كلها بيوت ربنا. انا مش عارف يا ابوي، انا كنت فاكر ان بعد عن اهلي هو اللي هيخليني اهرب من الناس. بص يا ولدي، خليك ماشي في طريقك زي ما انت، وحكايه هروبك من الناس دي امرها سهل لان الناس بتاخد بالمظاهر. بس في حاجه لازم تعرفها يا عبد المسيح، انت اتخلقت عشان تخدم الناس. اخدم الناس؟ اخدم الناس يا ابوي ولا اخدم ربنا؟ تخدم الناس في المكان اللي يختاره لك ربنا. حاضر يا ابوي. ايوه يا منور، شور على ولدك. اروح فين واجي منين؟ انا بحب اخواتي في ابو مجار، وفي نفس الوقت عايز ابقى جنب حبيبي وابوي عبد المسيح المسعودي هناك في البراموس. وانا مش هسيبك الا ما تشور علي. مبسوط في البراموس يا ولدي؟ بهدر العذراء يا ابوي، ما انبسطش ليه؟ طب خلي الكلام ده دايما في ودانك، ان كان فعل الفضيله واجب فكتمانها اوجب. ربنا معاك يا ولدي. Mm-hmm.
هتعملوا ايه في الاجازه يا ابائي؟ انا هقعد في كنيسه مرقسيه. مش مهم، دي اجازه قصيره وكلها كام يوم كده وهنتقابل تاني. حللني يا ابي. انت جاي منين جبر خريستوس؟ جاي من الخطاط يا اخوي. ازاي؟ انا شايفك طاير في الجو جاي علينا. بقى انت شفتني طاير يا حبش يا اسود؟ طب يا اخوي مانيش قاعد معاك. كيف راجع الدير ورايح ناحيه الخطاطبه؟ أبونا أبونا. أيوة أبونا. هو أبونا جبر خريستوس بقاله كتير واصل الدير؟ بقاله 5 ساعات. 5 ساعات؟ كيف كيف كيف؟ في حاجة يا أبونا مخائيل؟ ما في حاجة يا ولدي، ما في حاجة. الناس يا أبوي تعبان من الناس، ما قدرش اهرب منهم. حاسس بيك يا ولدي، الناس ما وراهاش الا المشاكل. طب وبعدين يا ابوي؟ طالما مشكلتك هي الناس، يبقى تشوف ايه اللي ما يعجبش الناس وتعمله. الناس دايما بتحب الرياء والنفاق، عايزه المتهندم المتوضب عشان تتمسح فيه. يبقى الحل انك تدع الهبل والعبط والجنون، هو ده الحل اللي هيخليك تهرب من المجد الباطل. مجد بيديه الناس، مجد غير حقيقي، كلام معسول في الودان لكنه سم قاتل، بيقتل الاتضاع والانسحاق. هو ده الحل يا عبد المسيح، اهرب من الناس، من أفعالهم، من كلامهم. وإذا ما قدرتش تهرب منهم خليهم هم يهربوا منك. هو لسه أبونا عبد المسيح المقاري ما جاش؟ لسه يا سيدنا. أول ما يوصل دخله على طول. حاضر يا سيدنا. يا سلام، بقى أبونا عبد المسيح في كل البركات دي، هو ده اللي ينفع يكون أب اعترافي. طب وليه يا يؤنس؟ ليه تكتفي بيه لوحدك؟ هو يعني عشان من تبطرك تقوم تحرم شعب المسيح من بركة الراهب العظيم ده؟ لا، أنا هرسمه أسقف. أيوة أسقف.
أبونا عبد المسيح وصل برا يا سيدنا. خليه يدخل حالا. تفضل. سلام يا أبونا عبد المسيح. تفضل تفضل اقعد. ازيك يا بركة؟ أنا سمعت كتير عن فضايلك وبركاتك. بركات مين يا ابن مرقص؟ ايه ده؟ معقول أنت مش عارف أنا مين؟ معقول مش عارف بطرك الكنيسة الأنبا يؤنس ال19؟ معلش، يظهر إن حياة الصلاة والحبس الطويلة المستمرة بتخلي البني آدم ينسى حاجات كتير قوي، حتى ينسى اسمه. اوعى تفتكر ان البطرك شخص مش محتاج للاعتراف. البطرك برضه عنده مشاكل وهموم كتيره يحتاج يفضفض بيها الاب اعترافه. ايوه ايوه ايوه، يبقى انت عايز تعترف انك متجوز. متجوز؟ انت بتخرف تقول ايه؟ ده كل الناس عارفين انك متجوز امي. لا ده انت زودتها قوي. طب هو الجواز عيب؟ طب مالي كمان عايز اتجوز؟ انت اكيد مجنون. امشي اطلع برا، اطلع برا يا مجنون امشي. سامحني يا رب، انا ما كدبتش يا يسوع. هتتجوز امي جنب الكنيسة، امي وهو اللي عيالها. يبقى هو متجوزها. اهرب اروح فين بس؟ الناس عايزة تبعدني عنك يا رب، لكن انا ما قادرش. انا عايز اهرب من الناس وانت لازم تساعدني يا رب. سامحني سامحني. حللني يا ابوي. الله يحلك يا ولدي. يعني فكرك كده يا ابوي؟ يا ولدي انت من يوم ما خبطت على باب الرهبنة خنقت كل فكر وإرادة شخصية، بعت فكرك واشتريت فكر المسيح، بقيت خروف مطيع ماشي كيف الراعي الصالح ما يقودك. حتى لو الراعي الصالح دخل بيه وسط الديابة ما يخافش. اعرف دورك، انت خروف. عمرك يا ولدي شفت خروف رافع راسه لفوق؟ عارف الخروف بيبص في الارض ليه؟ بيبص على رجلين الراعي علشان يمشي وراه مطرح ما يروح. هو ده الاتضاع الحقيقي. المرعى فين؟ دي مش مسؤوليتك. ماء الحياة فين؟ ده مش دورك. خليك يا ولدي مطرح الراعي الصالح موجودك، لأن هو قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين. عبد المسيح رايح مطاي تاني؟ ياه، سنين طويلة فاتت، طويلة قوي. قال كنت رايح تهرب الناس. طب ادي ربنا ريد لك تبقى وسط الناس. شوف هتعمل لهم ايه، شوف هتفيدهم ازاي بعبطك. اكتب لك ايه في المناهر يا عبد المسيح؟
مين يا ولاد البني آدم اللي عايز يمشي مع ربنا؟ هو اللي عايز يقضي اليومين اللي مكتوبين له على الأرض في سلام. ما الحياة يا ولاد زي سفر، سفر طويل حبتين. طب هتقولوا إيه في السفر من غير صحبة؟ تعب ومرار. لكن لا، المسيح كلامه حلو وصحبته حلوة، بتقضي على مرار العالم، بتخلي الغربة تهون، بتنسيه تعب السفر. وغلطان يا ولاد اللي هيطلب الراحة في السفر، لأنه مش هيرتاح إلا يوم ما يروح. كل واحد منه وهو مسافر ياريت يسند اللي ماشيين معاه في الطريق ويساعدهم. واعرف يا ولد إنك النهاردة عاد بتسند اللي ماشي جارك، وعيجي اليوم اللي هو كمان عيسندك، وتعدوا انتوا التنين طريق غربتكم في سلام. سلام يا ابونا. تعال يا مقدس حنة. تعرف اسمي يا ابونا؟ واسم ابوك كمان يواجيم على اسم والد ام النور. انت راجل بركة يا ابونا. تعال تعال اقعد جار. تعال تعال. بقول يا مقدس، بقى احنا هيبقى بينا عشرة طويلة، كلمة بركة والحاجات اللي زي دي مش عايز اسمعها منك تاني. حاضر يا بابا. الناس في المناهر يعني ايه اللي لهيهم عن الصلاة يا مقدس؟ كل واحد بيجري على لقمة عياله يا ابونا، اللي زرع له حتة ارض، واللي بيدور له على كلتين قمح يسد بيها حنك العيال اللي متعلقة في رقبته، واللي سرح له ببهمتين. لقمة العيش مرة يا ابونا. ايوه لقمة العيش مرة يا ابونا. ولقمة العيش دي مش من عند ربنا،
وربنا هو اللي بيتكسمها. ده ربنا خبز الحياة، يعني اللي عايز ياخد نصيبه منها يدور على ميدة تاني. قول لي يا مقدس، وانت ما تجريش ليه ورا رقمة عيشك؟ وليه يا ابوي؟ أنا والحرمة لقمة تكفينا. أنا مرتي حبلت ولا 10 مرات وما بيعش لهاش أولاد. هنقولي حكمة ربنا. ايه يا مريم، عودت للسهر تاني؟ أجيب لك تفطر؟ لو هتاكلي معايا هاكل. ماليش نفس. مالك يا مريم؟ لا اكل ولا نوم. بتعذبي نفسك ليه؟ ليه بتحملي نفسك فوق طاقتها؟ نفسي اجيب لك الواد اللي بتتمناه قبل ما اموت. تعال يا اه، تعال توهو يا اه، تعال. قولولي عايزين فلوس؟ اه. طيب واللي عايز فلوس مش لازم انا هيشتغل؟ ايوه. اصلا نشتغل ايه؟ اقول لك في الاول عايزكم تقولوا ورايا: الرهب الاسود الشحات اهو. الرهب الاسود. لا لا لا، علوا صوتكم، عايزكم تقولوا بصوت عالي ورا: الراهب الاسود الشحات اهو. الراهب الاسود الشحات اهو. كمان علوا صوتكم: الراهب الاسود الشحات اهو. عايزكم تدوروا في بلد كلاتها وتقولوا لهم: الراهب الاسود الشحات اهو. الراهب الاسود. قولي اهو. علي صوتكم. بتضحك عليه يا ابونا؟ عجينا واد وهنسميه مكرم وهيبقى في المعمودية عجايبي. انا ما عاوزش وجع قلبي يا ابونا، كل واد عايجيني هيموت. فرحتي مخنوقة وقصصها لبكرة. أنا خلاص كملت الفرح وقلتك في الباب عشان أعيش برتاح. تعرف أبونا، أنا عندك فين الفرح بيدي أحسن ما يقلبني من النوم على صوت جنازة. اعمل معروف يا ابونا، خلي الجرح مكتوب. احنا موضوع الخلف دي احنا قفلناها خلاص. ده انا بشوف الموت كل مره يا ناس، بكأن الموت بيوريني وشه عشان يقول لي: ولدي براحتك، عيالك بصيرهم ليا. ما تزعليش يا مريم، ما تزعلش يا حنة. طب وست العاطرة؟ هتخلف واد وهتسميه مكرم، وربنا عايدين العمر واحضر جوازه.